دكتور شريف بقنا جمع بين الطب، طب الجراحة والترجمة الأدبية والشعر، حيث تمكن من ترجمة 100 قصيدة عالمية إلى اللغة العربية في موضوعات متنوعة. حاول من خلالها الحفاظ على روح القصيدة كما هي في لغتها الأصلية وبنائه بمجهود مضاعف إلى يعني أن يصل إلى اللغة العربية ويصل إلى نفس المعنى ونفس المقصود من القصيدة. يعني هذه التجربة تستحق أن الواحد يعني يطلع عليها ويعرف هذا الشعر الأجنبي بعد ما يتحول للغة العربية. بالتأكيد عشان نتكلم على هالجوانب العلمية وأيضا الأدبية، وخصوصا بعد أن تحولت إلى مخرج وكتابة دانية الدكتور يعطيه ألف عافية، وأعتقد أنه كتاب قيم جدا خصوصا أنه تعرف على الأدب العالمي وكيف ترجم بهذه الدقة إلى اللغة العربية. يسرنا أن يكون معنا هنا في الاستوديو الدكتور شريف بقنا، وهو استشاري الطب الباطني والشاعر والمترجم الأدبي. صباح الخير دكتور. صباح النور وصباح المطر والأجواء الجميلة، حياكم الله. الله يزيدك دائما وأبدا جمالا وبهاء. دكتور، لما نتكلم عن طبيب دائما الصورة الذهنية تجي أنه منشغل جدا في عياداته، منشغل جدا في أعماله، أحيانا يعني يكون دائما حتى الوقت الفراغ كذا يتصور الناس أنه ينتظر اتصال من المستشفى، ولكن أن نجد ميول آخر إضافة لمهنة الطب، ميول أدبي، ونتحدث عن أمر في غاية الصعوبة اللي ترجمة قصائد عالمية إلى اللغة العربية. أنا أبغى أنك تعبرنا وتشرحنا هالحالة، هل هي بدأت قبل الطب أو مع الطب أو بعد الطب يعني، وأبغاك تعطينا وجهة نظرك لما تحدثت به عن نظرة الناس لما تتحدث عن طبيب ينجز في مجال آخر غير الطب. طيب، بداية أشكركم كثير على هذه الاستضافة. طبعا حقيقة بالحديث عن الموضوع هذا خلني أتكلم عن نفسي أنا. طبعا أنا شاعر في الأساس ومترجم، يمكن هذا هو المصدر أو الإصدار الرابع لي. ما شاء الله. عندي مجموعتين مترجمة وعندي مجموعتين شعرية لي أنا. ربما الموضوع بدأ معي من 2005-2004، يعني يجي حوالي 15 سنة زي كذا. خليني أقول لك، هو بداية ميول وشغف واهتمام وهواية كذلك. طبعا تبدأ أو أنك ترفض الهواية هذه بالقراءة أهم حاجة، والقراءة المكثفة. فكانت في البداية المسألة عبارة عن أكيد قراءة وقراءة مكثفة. بعد كذا لقيت نفسي والله في ميول بشكل خاص للشعر الأجنبي، الشعر الفرنسي، الألماني، الإنجليزي، الأمريكي. بعد كذا بدت بعض المحاولات اللي بديت أكتب فيها خواطر إلى آخره، يعني خليني أقول لك التسلسل الهرمي المتوقع لأي شاعر. وبدأت أصدر بعد كذا مجموعتين شعرية. بعد كذا اشتغلت بشكل مكثف على اللي هو ترجمة القصيدة. طبعا ككوني أتكلم بالإنجليزية فاتجهت بداية على الشعر الأمريكي، عملت مجموعة أو انطولوجيا شعرية كان فيها حوالي 50 قصيدة، هذا الكلام حوالي 2012. وبعد كذا انشغلنا زي ما انت قلت في عالم الطب، لكن تظل الهواية ويظل الشغف يلاحقك. تمام، يعني حتى مهما انك بعدت عنه يرجع يلاحقك خاصة في أوقات الفراغ. طبعا تعتبر كنوع من التنفيس. أنا ما أشوفها بشكل أو بآخر عبقرية أو إنها قدرة فائقة، وإنما كل ما في الأمر أنه الإنسان هذا اللي يكون في المستشفى أو اللي يواجه المرضى بالضرورة أنه يكون عنده ميول آخر وهوايات أخرى. في منهم اللي يتجه ينزل هواياته هذه أو أنه يكثف هواياته هذه في الرياضة إلى آخره، وفي منهم من يكتب سواء في الصحف أو في الأدب. طبعا أرجع أقول لك، هل أنه في ارتباط بين الطب أو الأدب؟ يعني ما أعتقد أنا إن إحنا نقدر نقول الشيء هذا لما نقول الكلام هذا إذا كان عملت دراسة وأثبتت إنه فيه بالفعل ارتباط، ولكن كل ما في الأمر إنه أتوقع الأطباء يوضعون تحت المجهر أكثر من غيرهم لما يعملوا أي عمل أدبي أو عمل روائي. وطبعا التاريخ مليء بالأدباء اللي بالفعل أطباء وأدباء
ونالوا حظهم يعني نعم. من الشهرة. طيب في بداية كلامك قلت أنا شاعر نعم. معناته أنت يعني مع الشعر قلبا وقالبا وبكل مشاعرك مع الشعر تمام. إيش اللي أضاف وترجمة 100 قصيدة عالمية إلى العربية؟ وأكيد أنك اطلعت على أكثر من 100 قصيدة عالمية. إيش اللي استفدته وإيش اللي انعكس عليك كشاعر عربي؟ طبعا بداية ترجمة الشعر مع قراءاتي خليني أقول لك تيجي تقرأ القصيدة في اللغة الأصل بعدين تيجي تقرأها مترجمة. المشكلة أنت ما أنت تنقل نص مباشر، ما أنت قاعد تنقل خطاب سياسي أو خطاب اللهم أنك تحاول تنقل المعنى، وإنما الموضوع أشبه بأنك تأخذ منحوتة تكسرها تماما بعد كده ترجع مرة أخرى تعملها مرة ثانية بما يتناسب ولغتك وثقافتك والمجتمع اللي حولك والمتلقي اللي عندنا. بالتالي المسألة كانت تحدي حقيقة. لقيت بعض الترجمات في البداية يعني كنت أشوف أنه الترجمة هذه أفضل من القصيدة الأصل، القصيدة الأصل أفضل من الترجمة الأصل. يعني شغلت أو اشتغلت على هذا الموضوع، وبعد كذا زي ما قلت لكم بديت في ترجمة الشعر الأمريكي، وبعد كذا لما جيت يعني اطلعت أكثر على الشعر خاصة المكتوب بالإنجليزية لقيت كمية قصائد رائعة صحيح. وتمنيت أنه بالفعل أنقلها للعربية. تأثرت كتاباتك بالعربية؟ شلون؟ تأثرت كتاباتك بالعربية؟ طبعا بشكل أو بآخر تتأثر، ولو تنتبهوا برضو سيرة شعراء كثير وكتاب كثير تلاقيهم أنهم يتعمدوا ترجمة الشعر لأنه ترجع تصقل العملية الكتابية عندك وترجع تصقل تقنيتك صحيح. والحلو برضو أنك تحاول تنقل تقنيات أو أساليب أو طريقة كتابة تختلف عن المحلي وتحاول أنت أنه تخليها مناسبة للمتلقي اللي عندك، وهذا بعد بحد ذاته طبعاً تحدي فعل التقارب. يعني المدارس الشعرية مختلفة وكل ثقافة لها أيضاً ألياتها أكيد. وأيضاً نتحدث عن قواعدها أكيد. الشعرية ربما يمكن الشعر الحر هو الأقرب اللي ربما يجمع العالم، خصوصاً أنه يعتمد على الصورة الذهنية والخيال الذي يوصف بطبعاً العبقرية ويمكن أيضاً توظيفه، ولكن استخدام الكلمات أيضاً يعني دكتور هذا اللي بتحدث عنه في وصف طبعاً البيت الشعري المترجم، كيف تعمل على هذا الجانب؟ لأنه في أكثر من كلمة ربما بالعربية ولكن ربما الاختيار الأدق هو ما يوصل المعنى. طبعاً في نظريات الترجمة الأدبية في ناس طبعا يكتبوا أو أنهم يشتغلوا في حياتهم كلها فقط في نظرية الترجمة الأدبية لا. وأنه أصلا كيف تقوم أو تقنياتها أو إلى آخره، لكن خليني أقول لك هو الشيء الأهم ربما أنك تأخذ القصيدة وتحاول تفهم خطة القصيدة بشكل عام تمام. أوقات تضطر أنك تقرأ في ثقافة الآخر، يعني مثلا لو بترجم قصيدة من الشعر الكاريبي أوقات يعني تضطر أنك تنزل الشارع وتشوف صور تمام، تشوف بعض العادات وبعض التعابير بعض الأغنيات الشعبية عندهم بحيث تعطيك صورة عما أنت تحاول أنه تترجمه. طبعا لكل قصيدة خليني أقول لك خصوصية بحد ذاتها، فإحنا ننظر أو أنا أنظر إلى الـ 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 الخطة العامة من القصيدة، بعد كذا أحاول أني قدر الإمكان أنقلها كخطة عربية تتلائم مع المتلقي. طبعا في شروط معينة مثلا لابد أنك تحاول تنقل المعنى في النهاية في القصيدة يكون نفسه، والآن ندخل في مسألة هل أنه تترجم حرفيا أو تترجم بالمعنى. أنا أعتقد يعني أدونيس كان يقول دائما أنا أميل إلى الفن بمعنى أني أترجم للمعنى، بينما عندنا الشاعر الأرجنتيني الكبير خورخي لويس بورخيس قال لو بإمكاننا نحن نترجم حرفيا لفعلنا، لأنه هذا هو اللي ينقل أمانة الشعر. فأنت تظل بين النقطتين هذول، الترجمة الحرفية أنت ممكن جميل. تنقل القصيدة كما هي أو أنك تأخذ المعنى وبعد كذا تبث في روح القصيدة. يعني عندي سؤال ولو ينفع على عجالة أيه. دائما الشاعر يكون إنسان حساس والفنان إنسان حساس، هذه الحساسية كيفها مع عالم الطب؟
والله هي ما أدري شلون، أنا صعب إني أتكلم عن نفسي أو إني أقول إنه، لكن خليني أقول لك الطب طبعاً ربما الوظيفة الأكثر التصاقاً بالإنسانية وأكثر قربة من الإنسانية، يكفي أنك تداوي جراح الآخرين، تشعر بألامهم، فبشكل أو بآخر ربما هذا يكون في لاوعيك وفي داخلك، وربما أنه يترجم في عمل أو قصيدة. كل التوفيق لك دكتور طبعا شريف. ولكن نختم معك دكتور شريف بأبيات من قصيدة خاصة لك، طبعا احنا حنودعك ولكن نستمع الى هذه الابيات في نهايه الفقره بعد الشكر الدكتور شريف بقنة استشاري الطب الباطني والشاعر والمترجم الادبي. اترك لك المساحه اذا تسمعنا كم بيت. طيب شوف، بدايه انا اكتب قصيده النثر. نعم. وقصيده النثر ماني من النوع اللي احفظ صراحه القصائد، تمام، ولا حضرت حاجه، فتمنيت انه مثلا لو قبل الاستديو بشويه قدرت ايش انه اتحصل لو بيت وبيتين دكتور وليست حاضره، احنا نعطيك العذر هذا. والله ما هي حاضره، انا ما احفظ قصائد. يعطيك العافيه دكتور، نورتنا واسعدتنا. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. ان شاء الله نستمع اليها في القادم ان شاء الله باذن الله. يعطيكم العافيه. شكرا لكم.